موضوع انه الزياده في بغداد اعتقد لا، يعني نعم لا زالت هنالك بعض النزاعات العشائريه في بغداد وبعض المشكلات العشائريه، ولكن بحساباتنا لا هي قلت عن الفتره الماضيه، لذا تقارنها بالسنه الماضيه هي اقل بكثير لعده اسباب. اللي هي السبب الاول جديه الحكومه في عمليه فرض القانون وفرض هيبه الدوله والقانون. وزاره الداخليه ومتابعتها المستمره وللامانه يعني يولي السيد وزير الداخليه اهميه كبيره لهذه القضيه. الفعاليه المستمره لمديريه شؤون العشائر في وزاره الداخليه، وبعدين انا عندي اليوم احصائيه وارقام ممكن نتكلم بها عن نشاطاتها. نعم بالمديريه. نعم النشاط اذا تكلمنا على بغداد، قياده العمليات المشتركه الداعمه لقياده عمليات بغداد. طبعا مجلس القضاء والقضاء اللي داعم لكل الاجراءات التنفيذيه، وبعدين راح نتكلم عن ماده كيف تحولت من قانون العقوبات الى اربعه رهاب. وللامانه ايضا التفهم الكثير من الشيوخ وزعماء القبائل للاجراءات وتواصلهم مع وزاره الداخليه، وبالتالي هم ايضا كانوا جزء من عمليه يعني تسويه النزاعات، وبالتالي افهام الجميع انه الطرق السلميه والطرق القانونيه هي الطرق الامثل لحل اي مشكله قد تكون يعني تواجه هذا الشخص او ذاك.